السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم تلاميذ سنة ثانية من التعليم الثانوي. إذا كنت عزيزي المشاهد لأول مرة تشاهد هذه القناة، لا تنسى الاشتراك فيها وتفعيل الجرس، هذا فضلا وليس أمرا، ليصلك كل جديد. إذا نروح مباشرة للصفحة 91 ونقدم لكم إن شاء الله مشروع رقم 2. إذن في هذا المشروع يطلب منا إعداد تقرير حول الحركة العلمية في العصر العباسي بذكر روادها وتحديد حواضرها. في هذا المشروع المقرر رقم 2 مراحل الإنجاز، هناك 3 مراحل: المهام وكذلك وسائل المادية. إذن المراحل هي مرحلة الإعداد، مرحلة الإنجاز، و مرحلة العرض والتقديم. إذن هذا المشروع مطلوب لمجموعة من التلاميذ، يطلب منهم مهام: الأول هو شرح المطلوب، تبيان أسباب اختيار الموضوع، توزيع المهام على الأفواج، تقسيم المهام بين أعضاء كل فوج مع تحديد المراجع، تحديد الأماكن التي تتوفر فيها المعلومات. أما بالنسبة للوسائل المستخدمة للبحث، هي كتابة الكتابة، وسائل الكتابة عندنا الأوراق والأقلام. أما وسائل المراجع عندنا مراجع والمجلات، يعني لأخذ منها الأفكار. كذلك استخدام الإعلام الآلي لكتابة المقرر التقرير. أما مرحلة الإنجاز فيها وضع تصميم للمشروع، يعني هذا المشروع يشتمل على مثلا المقدمة، المواضيع كلها، ثم الخاتمة، وأخيرا المراجع، وتقسيم طبعا مهام لكل تلميذ، مع جمع ما أنجز، انتقاء، ترتيب، استعمال جهاز الإعلام الآلي للطبع وإضافة الصور. يعني إذا كانت هناك صور لهذا التقرير ممكن طباعها وإضافتها لهذا المشروع. أما في مرحلة العرض والتقديم، عرض العمل من طرف عنصر أو أكثر من عناصر الفوج، يعني فوج راح كل واحد يأخذ مهام أو يعني موضوع من هذا التقرير لتقديمه، وإن شاء الله النجاح فيه. مناقشة العرض وإثراؤه، يعني المناقشة مع الزملاء والتلاميذ، تقييمه من طرف الأستاذ أو الأستاذة، بعد تصحيحه، يعني تصحيح المشروع أو التقرير من قبل الأستاذ، يختار أحسن عرض ويشجع أصحابه بالنقاط بوسائل أخرى. إذن الأهداف هي تنمية روح العمل الجماعي، توظيف المكتبات القدرة على التنظيم والتخطيط. إذن هذا بالنسبة لتقرير المشروع، يعني كبحث وكأنه بحث طويل. أما أنا سأقدمه على شكل وضعية نقدية للاستفادة منها فقط. بالنسبة للمشروع يمكنكم البحث والتنقيب عن هذا التقرير في الكمبيوتر وبعض الكتب للعصر العباسي. الآن سأقدم لكم وضعية نقدية لهذا التقرير حول الحركة العلمية في العصر العباسي، مع ذكر روادها طبعا من هؤلاء الرواد الذين درستمهم في هذه السنة. إذن فيها كالعادة مقدمة وعرض وخاتمة. شهد العصر العباسي تطورا وازدهارا كبيرا في جميع ميادين الحياة الاجتماعية والعلمية لعدة أسباب. إذن هذا بالنسبة للمقدمة. أما العرض نقول من أهم هذه الأسباب هي ظهور العديد أو عدد كبير من العلماء والأدباء والمفكرين بسبب اهتمام الخلفاء العباسيين، وكذلك تشجيعهم للترجمة والنقل،
والتأثر بالحضارات الأخرى كالفرسي واليونان والهند. إذن ممكن نضيف هنا فأخذوا الحكمة والزهد من الهند، وأخذوا الفلسفة وكذلك المنطق من اليونان. أما اللهو والمجون وكذلك الفنون أخذوها من الفرس، يمكن إضافتها أيضا معهم. إذن هذا هو نزيد وأخذوا الفنون واللهو من الفرس. إذن هنا في النقطة هذه تم كذلك الاختلاط بالأعاجم، حيث تم إنشاء مدارس ومساجد ومكاتب أيضا ومؤسسات أخرى تعتني أو تعتني بالثقافة وكذلك التعليم، مما أدى ذلك إلى ظهور عدة علماء كان لهم الأثر الكبير وكذلك الفضل الكبير في التقدم العلمي وتطور الدولة العباسية، كما كان لمؤلفاتهم شأن كبير في النهضة الأوروبية. ومن بين هؤلاء العلماء الجاحظ أحد علماء البلاغة والأدب وكذلك الخوارزمي الذي برز في علم الجبر، كذلك الإمام أبو حنيفة أحد علماء الفقه، بالإضافة إلى ظهور العديد من الشعراء من بينهم أبو العتهية، أبو نواس، المتنبي البحتري، أبو العلاء المعري، إلى غير ذلك من الأدباء والعلماء، الأمر الذي ترك أثر كبير على المستوى الفكري في العصر العباسي، لذلك سمي بالعصر الذهبي. أما الخاتمة فنقول في الخاتمة شهدت تلك الفترة يعني فترة العصر العباسي تغيرات ثقافية وحضارية كانت تعرف بأنها أرقى العصور في الأدب والثقافة والعلوم. إذن كان هذا هو التقرير الذي طلب منا في الصفحة 100 عفوا في الصفحة 91. أتمنى أنه يفيدكم في التعبير أو في الوضعية النقدية. إلى موضوع آخر إن شاء الله أترككم في رعاية.